طيب زين راح اربط هلا راح احكي شوي بس مراجعه على الباي بول سويتشنج وراح اربطها بالسنجل فيز انفرتر بس راح نربطها لانه احنا بماده الدرايفز راح نربطها بالموديليشن اندكس والكارير فريكوينسي. لانه الموديليشن اندكس هو اللي بيسمح لي اغير في. اذا تو فيري في نغير الموديليشن اندكس. هلا تو فيري اف بنغير الاوتبوت فريكونسي. وتو ريديوس هارمونكس ايش بنعمل؟ وي انكريس الكارير فريكونسي. هي الثلاث اشياء اللي بقدر اتحكم فيهم بهاي الدائره منهم. هلا حتى نشوف كيف بنعمل باي بولر سويتشنج راح اسمي هلا هذا Q1 وهذا D1. هي هون عندي D2 وQ2 D3 Q3 وQ4 D4. زي ما حكينا الدايودز اللي موجودين هون بيسمحوا لهدول الاربعه سويتشز يصيروا باي دايركشنال سويتشز. وهذا اللي هو احنا سميناه زي اتش بريدج من هون. هي عندي هون اللود واللود في ال وفي ار من هون. هلا اذا بعمل باي بولر سويتشنج، باي بولر سويتشنج هاز اونلي ون اوف تو ستيتس. الستيت الاولى اللي هي بيكون Q1 and Q4 on Q2 and Q3 off. هاي الستيت الأولى اللي ممكنة، فبشغل Q1 وQ4 وبطفي Q2 وQ3. طبعا أصلا بديهيا ممنوع إني أشغل Q3 وQ4 مع بعض، مظبوط؟ وممنوع أشغل Q1 وQ2 مع بعض. هاي إذا هاي ستيت واحد، والستيت الثانية Q1 and Q4 off وQ2 and Q3 on. وإذا حطيت هاي الستيت بكون V load بيساوي، خلينا أسمي هدول V source 1 و V source، أوكي؟ نسمي هدول هيك. فصار عندي بالحالة هاي لما يكون عندي Q1 وQ4، هلا لازم أحط convention لمين؟ للود. فلازم اسمي اعتبر انه اللود الفولتج عليه بوزيتيف بهذا الاتجاه، ولانه لود شو الكونفنشن تبع الكرنت تبعه راح يكون بهذا الاتجاه. اوكي؟ فالكونفنشن تبع الكرنت خليني اشيل بس اوضح هاي هذه اي لود وهذه عندي هون في لود بين هون وبين هون. فالكونفنشن تبع اللود انه اذا كان بوزيتيف بيكون بوزيتيف هون نيجاتيف هون، واذا كان نيجاتيف بيكون معكوس، والكرنت اذا ماشي في اللود بهذا الاتجاه بيكون الكرنت بوزيتيف. فالفي لود اذا شغلت Q1 وQ4 هون ايش بيكون عندي؟ بلس في اس. هون بكون عندي بدخل عندي ماينس في اس، مظبوط؟ فبصير عندي 2 في اس بلس. واذا كانت عندي الحاله الثانيه اللي هي Q2 اون Q3 اون، بدخل عندي هون بلس في اس بس هو جاي على الماينس، وهون بدخل ماينس في اس، فبتكون عندي في لود بيساوي ماينس 2 في اس. اوكي، هذول هم الحالتين الممكنات بهاي الحاله. اذا هلا لو بدنا نيجي نتطلع نشوف ايش بيصير عندي بالحالات هذه، نتطلع على مجموعه الحالات الممكنه او كيف بدنا نعمل جنريتنج للبلسز. اذا نتطلع ناخذ خلينا سايكل وحده، وراح اخذ انا الكارير فريكونسي صغيره في البدايه عشان اقدر ارسم الرسمه توضح معي. فلو اجينا اخذنا هون مثلا خليني اخذ هذه هون هيك وهذه هيك. لو اخذت 30 بكون عندي 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ناخذ 3 هاي هون 360 درجة، فبتصير عندي 1 2 3 هي 90، 1 2 3 هي 180، 1 2 3 هي 270 من هون. خليني اخذ 1 2 3 4، اخذ 1
2 3 لو اجينا الان رسمنا راح ارسم هلا الساينوسويد راح ارسم ساينوسويد هي الريفرنس تبعي اذا الارتفاع تبع هذه الساينوسويد البيك تبعها كان 1 فكاني بحكي انه الموديليشن اندكس بيساوي 1 الموديليشن اندكس راح نرمز له بالرمز ام اين الكارير فريكوانسي راح نرمز لها بالرمز اف سي وهاي اذا بدكم سميها اف اوتبوت هلا اول شيء بقرر ايش اف اوتبوت اللي بدي اياها الفريكوانسي اللي بدي اياها هون حسب الفريكونسي اللي بدي اياها هون شو بعمل باجي بحط الفريكونسي اف نوت هون وعلى اساس راح يتحدد شو هم ال 360 درجه فهاي الفتره اللي موجوده من 360 لزيرو راح يحددها الاف اوتبوت اللي انا بدي اياها فراح تكون تي هاي بتساوي 1 على اف نوت مزبوط هاي بتعادل 360 درجه مين اللي بحدد الاوتبوت فريكونسي انا بدي اياها هلا على اساسها قديش بدي اخفف الهارمونكس ايش بحدد اف سي هلا عاده اف سي بدها تكون هول مالتيبل فبدنا تكون اف سي فراح تساوي مثلا اف سي بتساوي سي مضروبه في اف نوت وخلينا نقول مثلا سي كانت 3 فرضا 5 ممكن بعدين تصير مثلا 20 ضعف فرضا اذا كانت اف اوت 50 تكون هاي 20 مره الفريكونسي هاي كل ما رفعت الكارير فريكونسي شو بعمل بخفف من الهارمونكس اي هارمونكس اللود سايد ولا السبلاي سايد؟ اللود سايد لانه هذه الويف فورم بدها تروح على اللود تبعي هي اللود من هون ما فيش حتى مش مبين هون السبلاي انا ايش حاطط للسبلاي هون؟ دي سي هلا فعليا لو بدي اخذه من اي سي شو بدي ابدل هدول محلهم احط ريكتيفاي عندي هون هلا باجي بقرر اذا ام اي كانت 1 هلا كل ما رفعت ام اي ونزلتها ام اي طبعا الماكسيمم فاليو تبعها ام اي والفاري بتوين 0 1 ما بصيرش تكون اكثر من 1 منطقا اصلا فهذا الخط اللي هون راح ارسمه راح اعتبر انه هذا 1 وهذا راح اعتبره 0 والبيك تبع ام اي راح يتراوح من 1 ل 0 خلينا نفترض انه بدينا بام اي 1 بالحاله هاي راح اجي وراح ارسم هلا سكوير ويف الريفرنس الديزايرد 1 2 3 هاي عندي هون هاي الديزايرد اوتبوت 1 2 3 هذه ويف فورم وهميه انا رسمتها في داخل البيك مايكرو كنترولر او في داخل الاردوينو اه لسه ما تحققت عندي بس انا برسمها لانه بدي استعملها للزيرو للكروسنجز 1 2 3 1 2 3 4 وبعدين عندي هذه هلا خلينا نجيب بدنا نجيب الان اف سي اف سي هي الفريكونسي تبعت الترينجولر ويف فورم اللي راح نستعملها الترينجولر ويف فورم اللي راح استعملها هي راح تعطيني السويتشنجز فراح اجي اقول خليني ابدا هلا بسي بتساوي 3 يعني لو كانت هاي 50 راح تكون اف سي 150 وخلينا نرسمهم هلا بدنا ندير بالنا نرسمهم مضبوط هاي عندي 1 2 3 4 راح تصير هذه هون ويف 4 هذه هون ويف 4 فلازم تكون هاي طالعه هيك نازله هيك نازله هيك هاي وحده هاي تنتين والأخيرة بتيجي عندي وهي ثلاثة أوكي لاحظوا الامبليتيود تبع الترينجلر ويف فورم بيساوي الامبليتيود تبع الريفرنس ساين ويف وهذا بدلني إنه ام اي قيمتها 1 أوكي أكثر من 1 ما إلها معنى أقل 1 ممكن كل ما نزلتها بتغير مكان السويتشنج وإذا غيرت مكان السويتشنج عم نعمل نوع من البي دبليو ام مش زي الدي سي بس هو نوع من البي دبليو ام فبنيجي نطلع الان على نقاط التقاطع بتهمني هاي نقاط التقاطع هاي عندي هون نقطة تقاطع هاي نقطة تقاطع هاي كمان نقطة تقاطع نقطة تقاطع هاي نقطة تقاطع هون وهي نقطة وهي نقطة نقاط التقاطع هاي هي اللي راح تحدد لي السويتشنج لQ1 وQ4 وQ2 وQ3 وانا ماخذ حالة سهلة هون انا اخذت الباي بولر لو اخذنا اليوني بولر بدي اضطر ارسم ساين ويف والنيجاتيف تبع الساين ويف وطلع نقاط التقاطع وبعدين اصير اعمل سويتشنج سيكونس مختلف لواحد واربعة عن اثنين وثلاثة اوكي ما راح تخلي احنا هون هدفنا بس نشوف كيف بربط هدول لانه احنا دخلنا بفاريبل فريكونسي درايف بدي افهم كيف اف نوت واف سي وام اي بيرتبطوا بهاي كيف بعملها جنريشن اذا لو بدنا نيجي هلا ننزل هدول نقاط التقاطع راح نلاقي انه عندي كيو 1 وكيو 4 راح اعملهم سويتشنج اون بالفتره هاي وراح اسجل اشغل كيو 2 وكيو 3 بالفتره هاي خليني استعمل الاخضر الان هون بس احط هذه احط خط هيك وخط هيك فعندي هون راح يشتغل بهاي الفتره راح يشتغل كيو 2
Q3 راح يكون on بالفترة هاي راح يشتغل Q1 Q4 بالفترة هاي راح يشتغل Q2 Q3 بعدين بالفترة هاي راح يشتغل Q1 Q4 بعدين هون Q2 Q3 وآخر إشي هون راح يشتغل Q1 Q4. إذا هاي عندي هاي Q2 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q1 Q4 وآخره إلى هون. هلا بدنا ننتبه إنه في بعض أحيان أنا مش راح أرسم الكرنت هون، في بعض أحيان الكرنت بكون عندي ماشي في اتجاه غير السويتشنج اللي أنا عملته. فالإندكتر بده مسار إله غير مسار الترانزسترز، إيش بستعمل؟ الدايودز. أوكي؟ هاي أهمية وجود الدايودز هون. لأنه أنا الكرنت والفولتج تبع اللود ممكن يكونوا أوت أوف فيز، أكيد راح يكونوا أوت أوف فيز، ليش؟ أو مش إن فيز بالضبط، لأنه هذا إندكتيف لود. فالكرنت راح يعمل لاجينج للفولتج اللي عمال بيطلع. ففي حالات معينه الكرنت راح يكون ماشي بالاتجاه البوزيتيف، مرات راح يكون ماشي بالاتجاه النيجاتيف، ما راح يكون ان فيز مع الفولتج. اللي بيسمح له يكمل هذا المسار هو الدايودز من هون، واحيانا راح الكرنت هون يرجع ويشحن السبلاي. اوكي، هلا اذا بدنا نرسم هدول هون، خلينا نوسع مساحه تحتهم عشان نرسم الويف فورم تبعت الاوتبوت فولتج، او برسمها بالاحمر. خلينا نرسمها بالاحمر على نفس هاي الويف فورم. فاذا جيت اطلعت على الويف فورم او راح ارسمها تحت احسن، ارسمها تحت هون. فهي عندي شفنا لما كان Q1 وQ4 on راح يطلع عندي +2 VS، ولما يكون Q2 وQ4 on راح يطلع معي -2 VS. وهذا عشان هيك احنا بنسميه باي بولر سويتشنج. فلو اجينا هون اطلعنا خلال الفترة هاي، وخلينا افترض انه كل مربع هو VS، ف2 VS هون عندي، 1 و4 شغالين هون، فراح يكون عندي الاوتبوت هون +2 VS بالفترة هاي +2 VS. بعدين من الفترة هاي للفترة هاي راح يكون عندي -2 VS. بعدين هون راح يرجع +2 VS لحد النقطة هاي. بعدين من هون لهون عندي -2 VS. وبالفترة هاي راح يكون +2 VS. إذا هذا هون -2 VS. وهذا +2 VS. نرجع هون. وهي الويف فورم الان راح تتكرر، هي عندي 2 باي كامله ويف فورم كامله. لاحظين بالفتره هاي في عندي نيجاتيف ارياز، بس مين اللي اكثر؟ عندي البوزيتيف بالنص من هون، والفتره هاي في بوزيتيف ارياز بس اللي اكثر هو النيجاتيف. هاي كيف ممكن افهم الهارمونكس الموجوده فيها؟ او احنا من معرفتنا ايش الهارمونكس راح تكون موجوده بالهاي غير الفاندمنتال؟ الفاندمنتال ايش راح يكون؟ اول شيء نسال سؤال، هاي بيريودك؟ راح يتكرر هذا الشكل، راح يضل يتكرر، بضلش احكم من هون انها بيريودك، بس هذا الشكل راح يضل يتكرر. ايش البيريود تبعتها؟ هي نفس هاي، مش هيك؟ فالبيريود تبعتها هي نفس البيريود تبعت هاي، هي نفس البيريود تبعت هاي الساين ويف. شوفوا هون اطلع على الساين ويف السوداء، هي الشيء اللي انا بطمح اوصل له. بس انا بطمح اوصل له، بس انا ما حطيتش سويتشنج فريكونسي غير سويتشنج فريكونسي منخفضه 150 هرتز او 3 أضعاف الهاي. فصار عندي شويه هاي شوفوا هاي عمالها بتشبه هاي، بتشبه هاي، وهدول نزلوا هون لتحت، وبعدين هاي القطعة بتشبه، بس لو بدي اقترب منها أكثر شو بعمل؟ برفع الكارير فريكونسي. طبعاً الثمن اللي بدفعه إذا رفعت الكارير فريكونسي شو بصير عندي؟ بزيد عندي السويتشنج لوسز في هدول الاي جي بي تيز. أوكي؟ هلا هون أسألكم سؤال، إيش الهارمونكس تبعتها غير الفاندمنتال؟ الفاندمنتال واضح اللي هي الإف أو. هي هذه هون إف أو، هي أنا حطيتها هون، بتتذكرين حطينا هاي الفترة هي تي بتساوي 1/F4، وهي نفس الشيء كمان، هذه هون كابيتال تي هاي البيريود بتساوي 1/F0. بس ايش اول هارمونيك راح يبين معي هون؟ ضعف الكارير، اللي هو بكون 6F0. اول فريكونسي اول هارمونيك راح يبدا يبين معي هو 6F0. بامكانك تثبتها، بامكانك تحلل هاي. في عندي هاف ويف سيمتري هون، لو بدي اعمل الفورير سيريز تقدر تعمل فورير سيريز وتطلع الهارمونكس اللي موجوده هون. هذا اسمه باي بولر سويتشنج. في اي لحظه ما فيش عندي غير تو ستيتس، يا بيكون Q1 وQ4 اون وQ2 وQ3 اوف، يا بيكون Q1 وQ4 اوف وQ2 وQ3 اون، ما فيش حالتين ثانيات. بحاله اليوني بولر سويتشنج مش راح يبين معي في ال 180 درجه هاي غير بوزيتيف وزيرو، وبال 180 درجه هاي راح يبين معي نيجاتيف وزيرو. كل وحده لها حسناتها ولها سيئاتها والادفانتجز والديس ادفانتجز.